أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي نجاح خطتها لطواف الوداع للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام. وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أنها قد سخرت من طاقاتها وإمكانيتها وكوادرها البشرية من منسوبي الرئاسة الدينية والمنتسبين للرئاسة الدينية والمتطوعين، إضافة إلى تسخير التقنية والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية لإنجاح خطة طواف الوداع. بطواف الوداع أتم حجاج بيت الله الحرام رحلة الذنب المغفور التي بدأت من طواف القدوم بمكة المكرمة، ومن ثم السعي بين الصفا والمروة، وبعدها التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصولا لركن الحج الأعظم. فمن جبل عرفات عانق نداء الحجاج السماء بقلوب خاشعة يملأها الإيمان، وفور غروب شمس يوم عرفة توجه الحجيج إلى المبيت بمزدلفة حتى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. وصبيحة يوم العيد توجه الحجيج إلى منى لرمي جمرة العقبة، وفور أداء ذلك ذبح الحاج هديه ليتم له التحلل الأصغر، ومن ثم أدى الحجيج طواف الإفاضة وتوجه لرمي الجمرات في أيام التشريق الثلاث. من كل فج عميق جاء حجاج بيت الله الحرام وتوالت مناسك الحج بنداء واحد تلبية لفريضة أقرها الإسلام لمن استطاع إليها سبيلا. هكذا لبى ضيوف الرحمن النداء وأدوا المناسك وطافوا بالبيت العتيق راجين من الله عفوه وأن يغفر لهم كل ذنوبهم، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وأن يعيده عليهم أعواما عديدة.